يحاول إيوزا. يوم من الأيام زار جحا قصر الملك، ومن خلال الحديث مع الملك علم أنه يحب لحم الطيور كثيرا، فبدأ جحا يتفاخر بإيوزاته السمان وبطعام زوجته الشهي، فوعد الملك بأن يطعمه إيوزة من طهي زوجته، ثم أخبر زوجته بالقصة فأوصته أن ينتقي أكبر إيوزة عندهم، ووعدته بأن تحسن طهيها وتحميرها لعل الملك يعطيه هدية قيمة لقاء ذلك. وبعد أن أنهت زوجته إعداد الإيوزة وضعها في سرة وحملها إلى قصر الملك، وفي الطريق بدأ لعابه يسيل فلم يتحمل رائحة الطعام الشهي وجاع كثيرا، فأكل أحد فخذي الإيوزة. وعندما وصل إلى القصر وقدمها بين يدي الملك، قال له الملك مستغربا: ما هذا يا جحا؟ أين رجل الإيوزة الأخرى؟ فقال له جحا: كل الإيوز في بلدتنا برجل واحدة، وإن لم تصدقني فتعال وانظر من نافذة القصر إلى الإيوز المنتشر على شاطئ البحيرة. فنظر الملك فإذا بسرب من الإيوز قائم على رجل واحدة، وهذا من عادة الإيوز في وقت الراحة. فأرسل الملك أحد جنوده إلى سرب الإيوز وهو يحمل العصا، ففزع الإيوز وجرى في الماء على رجليه. فقال الملك: ما قولك الآن؟ فقال جحا: لو هجم أحد على إنسان بهذا العصا لجرى بأربع، فما بالك بالإيوز؟ فضحك الملك وعلم بأن جحا هو من أكل فخذ الإيوزة. وهكذا انتهت القصة. إلى اللقاء. جحا واللص. في يوم من الأيام كان جحا جالسا بمفرده في البيت بعد أن ذهبت زوجته لزيارة أختها في البلدة المجاورة، وأخبرته بأنها سوف تقضي الليلة عند أختها وستعود بإذن الله في اليوم التالي. فأمسى جحا حزينا مهموما لمكوثه وحيدا في البيت وزوجته بعيدة عنه، فأطفأ أنوار المنزل وذهب إلى فراشه لينام باكرا. وكان هناك لص يراقب منزل جحا، فرأى الأنوار مطفأة في وقت مبكر فاعتقد أن أهل البيت غير موجودين فيه، وخاصة أنه رأى زوجة جحا تخرج من المنزل في الصباح ومعها حقيبة ملابسها. ففرح اللص وظن أنها فرصة مناسبة للسطو على منزل جحا، معتقدا أنه مليء بالمال والجواهر. فدخل اللص البيت بهدوء، ولكن جحا لم يكن قد نام بعد،
فاختبأ في صندوق صغير في غرفته، وتكور داخل الصندوق بسهولة تامة، وذلك لصغر حجمه. وراح اللص يبحث هنا وهناك عن الكنز المزعوم دون أن يجد شيئا، ثم راح يبحث عن أي شيء أقل قيمة ليسرقه، فلم يجد شيئا يستحق السرقة. وبعد بحث طويل رأى صندوقا في زاوية الغرفة ولم يكن قد لاحظه من قبل، وقال في نفسه: لعل فيه شيئا له قيمة. ففتحه اللص وكانت مفاجأة عجيبة، وإذا بجحا مختبئ بداخله. فتراجع اللص من هول المفاجأة فصاح قائلا: ماذا تفعل هنا يا جحا؟ فقال جحا: لا تؤاخذني أيها اللص، أعرف أنك لم تجد ما تسرقه، ولهذا خجلت منك واختبأت في هذا الصندوق. فدوحش اللص من صنيع جحا وفر هاربا ناعيا سوء حظه. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. جحا والحمار. أراد جحا في يوم من الأيام أن يشتري حمارا، فذهب إلى السوق وتوقف عند حمار أعجبه، وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن: هذا كل ما معي الآن، فإما أن تبيعني الحمار أو أنصرف لحالي. وأخيرا وافق الرجل، ومشى جحا يجر الحمار خلفه، فرآه اثنان من اللصوص فاتفقا على سرقة الحمار. فتسلل أحدهما بخفة وفك الحبل من رقبة الحمار دون أن يشعر جحا بشيء، وربط رقبته بالحبل ومشى خلف جحا، واللص الآخر هرب بالحمار. وكان المارة من الناس يرون ذلك المنظر ويتعجبون له ويضحكون، وجحا مستغرب في نفسه ويقول: لعل تعجبهم وضحكهم يرجع إلى أنهم معجبون بحماري. ولما وصل جحا إلى البيت التفت خلفه إلى الحمار، فرأى رجلا مكانه والحبل في رقبته، فتعجب من أمره وقال له: من أنت؟ فتوقف اللص باكيا وأخذ يمسح دموعه قائلا: يا سيدي، أنا رجل جاهل أغضبت أمي. قال جحا: ثم ماذا؟ قال اللص: فدعت أمي علي وطلبت من الله أن يمسخني حمارا. ولما رأى أخي الكبير ذلك أراد أن يتخلص مني، فعرضني في السوق للبيع حتى جئت أنت فاشتريتني، وببركتك رجعت إنسانا كما كنت. فأخذ اللص يقبل يد جحا شاكرا وداعيا له، فصدقه جحا وأطلق سراحه بعد أن نصحه بأن يطيع أمه ويطلب منها الصفح والمغفرة. وفي اليوم التالي توجه جحا إلى السوق ليشتري حمارا، فرأى الحمار نفسه فعرفه، واقترب جحا من الحمار وهمس في أذنه قائلا: يظهر أنك لم تسمع كلامي وأغضبت أمك مرة ثانية، والله لن أشتريك أبدا. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. قصة جحا والبقال. في ذات يوم من الأيام مر جحا بالسوق وكان لا يملك الكثير من المال، فذهب إلى بقال يعرفه من أجل شراء حاجياته، ولأن المال كان لا يكفيه لشراء كل ما يحتاج، فقد طلب جحا من البقال أن يبيعه بقدر ما لديه من مال، ولكن البقال أصر عليه بأن يأخذ كل ما يحتاج إليه دون أن يدفع أكثر مما لديه من مال، بحجة أنه صديقه العزيز،
وأن ليس عليه من حرج في ذلك، على أن يرد له المال في وقت لاحق. وبالفعل وافق جحا على اقتراح البقال، فشكره على ذلك ووعده بتسديد كامل المبلغ خلال أيام. وأخذ جحا حاجياته وعاد إلى البيت فرحا مسرورا. ومرت الأيام دون أن يدفع جحا ما تبقى للبقال من مال، فأخذ البقال يطالبه بالمال كلما رآه، وأصبح جحا يتجنبه قدر المستطاع ويحاول السير في الأماكن التي لا يراه البقال فيها. وكان إذا رآه من بعيد في مكان ما غير طريقه لكي لا يلقاه ويطالبه عندئذ بالنقود. وفي يوم من الأيام كان جحا واقفا مع أصدقائه يتحدثون إليه ويعبرون عن اشتياقهم لسماع قصصه ونوادره. وبينما كان جحا يتحدث رأى البقال قادما نحوه، فهم بالفرار هربا منه، ولكن أصدقاءه طلبوا منه البقاء معهم ليمتعهم بأحاديثه الشيقة. ففكر جحا كيف يخرج من هذه المشكلة بسلام دون أن يحرجه البقال أمام أصدقائه. وكان البقال في هذه اللحظة يشير إلى جحا، فسأله أصدقاؤه: من هذا الرجل يا جحا؟ هل هناك خطب ما؟ حينها نادى جحا على البقال وسأله أمامهم قائلا: ألست مدينا لك بالمال يا صاحب البقال؟ فأجاب البقال: نعم. فسأله جحا: كم درهما تريد مني؟ فأجاب البقال قائلا: 50 درهما. فقال له جحا: سأعطيك غدا 25 درهما، وبعد غد أعطيك 20 أخرى. فكم سيبقى لك في ذمتي إذن؟ فقال البقال: 5 دراهم. فغضب جحا من البقال وقال له: ألا تخجل من نفسك يا رجل؟ تلاحقني في كل مكان من أجل 5 دراهم فقط. فبدأ البقال يضرب كفا بكف ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل، إلى الله المشتكى، أفعلتها بي إذن يا جحا؟ فضحك أصدقاؤه من ذلك وقالوا له: بل رد الأمانة إلى أهلها يا جحا. فأطرق جحا خجلا وقال للبقال: لك في ذمتي 50 درهما وسأردها إليك بإذن الله عما قريب. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. رضا الناس. في يوم من الأيام كان جحا وابنه يحزمون أمتعتهم استعدادا للسفر إلى المدينة المجاورة، فركبا على ظهر الحمار لكي يبدأوا رحلتهم. وفي الطريق مروا على قرية صغيرة، فأخذ الناس ينظرون إليهم بنظرات غريبة. انظروا إلى هؤلاء القساة يركب كلاهما على ظهر الحمار ولا يرأفان به. وعندما أوشكوا على الوصول إلى القرية الثانية نزل الابن من فوق الحمار وسار على قدميه لكي لا يقول عنهم أهل القرية كما قيل لهم في القرية التي قبلها. فلما دخلوا القرية رآهم الناس فقالوا: انظروا إلى هذا الأب الظالم، يدع ابنه الصغير يسير على قدميه وهو يرتاح فوق حماره. وعندما أوشكوا على الوصول إلى القرية التي بعدها نزل جحا عن الحمار وقال لابنه: اركب أنت فوق الحمار. وعندما دخلوا إلى القرية رآهم الناس فقالوا: انظروا إلى هذا الابن العاق، يترك أباه يمشي على الأرض وهو يرتاح فوق الحمار. فغضب جحا من هذه المسألة وقرر أن ينزل هو وابنه من فوق الحمار حتى لا يكون للناس سلطة عليهما. وعندما دخلوا إلى المدينة ورآهم أهل المدينة قالوا: انظروا إلى هؤلاء الحمقى، يسيرون على أقدامهم ويتعبون أنفسهم.
ويتركون الحمار خلفهم يسير لوحده. فقال جحا: أرأيت يا بني، رضا الناس غاية لا تدرك. ولما وصلوا باع جحا الحمار ليريح رأسه من كلام الناس. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. جحا والبخيل. في يوم من الأيام كان جحا على سفر، وفي الطريق هبت عاصفة شديدة، فخاف أن يناله شر، وأخذ ينظر حوله باحثا عن مأوى، فرأى بيتا عن بعد، فقصده وطرق الباب، ففتح له صاحب الدار، وسأله ماذا يريد، فقال جحا: أريد أن أحتمي بدارك حتى تسكن العاصفة. فقال الرجل: تفضل. وجلسا يتحادثان حتى حل موعد تناول الطعام، فترك الرجل جحا جالسا وحده، وذهب لتناول الطعام مع عائلته، وبدأ جحا يتضور جوعا، ولم يكن معه شيء يؤكل، وأراد أن يطلب الطعام من صاحب الدار، ولكن الخجل منعه من ذلك، ولم يطلب الطعام، وفهم جحا أن صاحب الدار لن يطعمه، فهو رجل شديد البخل، وخشي جحا على نفسه من شدة الجوع، وفكر في وسيلة أخرى، فقال للرجل: هل تناولت حساء الحجارة في يوم ما؟ إنه شهي المذاق، وبلدتنا تشتهر بصناعته. فقال له الرجل: وما هذا الحساء؟ لم أتناوله قط. وبدأ لعابه يسيل، فقد كان رجلا يحب الطعام كثيرا، وسأله: ما مقادير هذا الحساء حتى أطلب من زوجتي أن تصنعه لي في يوم ما؟ فقال جحا: إنني لا أحسن وصفه، وإنما يمكنني صنعه لك، ولتشاهدني وأنا أصنعه، فتتعلم طهيه وتخبر زوجتك بالمقادير. فطلب جحا من صاحب الدار أن يأتي له ببعض الحجارة وأن يغسلها جيدا، وطلب منه أن يحضر بعض الخضار واللحم والماء لإعداد المرق. وبعد أن انتهى من إعداد الطعام واقترب من النضج، طلب من صاحب الدار أن يحضر له وعاء لسكب الحساء فيه. وبعد أن ملأ جحا وعاءه بالحساء الشهي، وضع الحجارة في القدر، وقال لصاحب الدار: يمكنك أن تتناول الآن حساء الحجارة. وقد أكل جحا وشبع، بعد أن لقن صاحب الدار البخيل درسا لن ينساه أبدا. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. مسمار جحا. كان لجحا دار واسعة جميلة، واضطر يوما لبيعها بسبب حاجته للمال، ولكنه فكر بأن يبيعها دون أن يفرط فيها تماما، وقد فكر بخدعة لا تخطر على بال أحد، فوضع للدار سعرا معقولا، وأضاف مبلغا كبيرا على المسمار الذي وضعه في الحائط، فكان كل من يأتي ليشتري يعجبه البيت والسعر، ولكنه يعترض على سعر المسمار، فيقول له: إذا اشتري البيت واترك المسمار لي. فظل جحا على هذه الحال مدة من الزمن، حتى جاءه أخيرا مشتر محتاج للبيت بشدة، وكان يملك سعر البيت ولا يملك سعر المسمار، فقبل بشراء المنزل على أن يبقى المسمار ملكا لجحا. فقال المشتري في نفسه: وماذا سيفعل جحا بهذا المسمار ما دام المسمار داخل داري؟ لكن جحا اشترط على المشتري أن يكتب في عقد البيع أن يدفع المشتري ثمن الدار نقدا، وأن يترك المسمار الموجود مسبقا في الحائط داخل الدار، وألا ينزعه أبدا، وأنه يحق لجحا أن يفعل بالمسمار ما يشاء. فوافق المشتري دون أن يعلم بحيلة جحا. وبعد أيام من إتمام العقد وانتقال الشاري إلى منزله الجديد،
ذهب جحا إلى بيته الذي باعه ودق الباب. فلما سأله الرجل عن سبب الزيارة أجابه جحا: جئت لأطمئن على مسماري. فرحب به الرجل وأجلسه وأطعمه، لكن الزيارة طالت، وعانى الرجل حرجا من طول زيارة جحا، وصار جحا يأتي من يوم لآخر يتفقد المسمار ويجلس فترة طويلة ويأكل من أكل صاحب الدار ويشرب من شرابه حتى ضاق به ذرعا، فراح واشتكاه لكبير الشرطة. فعلم جحا بالأمر فحضر على الفور إلى بيت الرجل ودخل مسرعا متوجها نحو الحائط حيث مسماره، وخلع جبته وفرشها على الأرض وتهيأ للنوم. فلم يتق المشتري صبرا وسأله: ما هذا الذي تفعله يا جحا؟ فأجاب جحا بهدوء: أنت اشتكيتني لكبير الشرطة وأنا أتيت لأنتظره هنا، وسأنام حتى يحضر في ظل مسماري. ولكن كبير الشرطة لم يأتي، لأنه يعرف حيل جحا جيدا ويعرف العقد الذي بينه وبين الرجل. وظل جحا يذهب يوميا للرجل بحجة مسماره العزيز، ويختار أوقات الطعام ليشارك الرجل طعامه. فلم يستطع الرجل الاستمرار على هذا الوضع وترك لجحا الدار بما فيها. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. مسمار جحا. كان لجحا دار واسعة جميلة، واضطر يوما لبيعها بسبب حاجته للمال، ولكنه فكر بأن يبيعها دون أن يفرط فيها تماما، وقد فكر بخدعة لا تخطر على بال أحد، فوضع للدار سعرا معقولا وأضاف مبلغا كبيرا على المسمار الذي وضعه في الحائط. فكان كل من يأتي ليشتري يعجبه البيت والسعر، ولكنه يعترض على سعر المسمار فيقول له: إذا اشتري البيت واترك المسمار لي. فظل جحا على هذه الحال مدة من الزمن، حتى جاءه أخيرا مشتر محتاج للبيت بشدة، وكان يملك سعر البيت ولا يملك سعر المسمار، فقبل بشراء المنزل على أن يبقى المسمار ملكا لجحا. فقال المشتري في نفسه: وماذا سيفعل جحا بهذا المسمار ما دام المسمار داخل داري؟ لكن جحا اشترط على المشتري أن يكتب في عقد البيع أن يدفع المشتري ثمن الدار نقدا، وأن يترك المسمار الموجود مسبقا في الحائط داخل الدار، وأن لا ينزعه أبدا، وأنه يحق لجحا أن يفعل بالمسمار ما يشاء. فوافق المشتري دون أن يعلم بحيلة جحا. وبعد أيام من إتمام العقد وانتقال الشاري إلى منزله الجديد، ذهب جحا إلى بيته الذي باعه ودق الباب. فلما سأله الرجل عن سبب الزيارة أجابه جحا: جئت لأطمئن على مسماري. فرحب به الرجل وأجلسه وأطعمه، لكن الزيارة طالت، وعانى الرجل حرجا من طول زيارة جحا، وصار جحا يأتي من يوم لآخر يتفقد المسمار ويجلس فترة طويلة ويأكل من أكل صاحب الدار ويشرب من شرابه حتى ضاق به ذرعا، فراح واشتكاه لكبير الشرطة. فعلم جحا بالأمر فحضر على الفور إلى بيت الرجل ودخل مسرعا متوجها نحو الحائط حيث مسماره، وخلع جبته وفرشها على الأرض وتهيأ للنوم. فلم يتق المشتري صبرا وسأله: ما هذا الذي تفعله يا جحا؟ فأجاب جحا بهدوء: أنت اشتكيتني لكبير الشرطة وأنا أتيت لأنتظره هنا، وسأنام حتى يحضر في ظل مسماري.
ولكن كبير الشريطة لم يأتي لأنه يعرف حيل جحا جيدا ويعرف العقد الذي بينه وبين الرجل. وظل جحا يذهب يوميا للرجل بحجة مسماره العزيز ويختار أوقات الطعام ليشارك الرجل طعامه. فلم يستطع الرجل الاستمرار على هذا الوضع وترك لجحا الدار بما فيها. وهكذا انتهت القصة. إلى اللقاء.